لا زال التهميش واضح جدا في وزارات الدولة العراقية، لا زال المكون السني وهو مكون رئيسي نسبة تمثيله داخل الدولة العراقية لا يتجاوز 5%. 5%؟ 5%. نحن لا نقبل بأن يعطى أقل من 35% للمكون السني. المكون السني الآن في كل وزارات الدولة لا يتجاوز 5%، وهذه كارثة غير مسبوقة حقيقة في الدولة العراقية، وكانت حقيقة خافية على الكثير من المتابعين للشأن العراقي. لذلك أنا لا أتفائل حقيقة في أنه الدكتور عادل عبد المهدي ينصف المكون السني وهو مكون رئيسي للشعب العراقي.